دائما في ذات الموضوع، حيث تطرح فرضيات عديدة حول الخريطة التي خلف تواجدها بكتاب الجغرافيا جدلا واسعا، وتواجد هذه الخريطة نفسها على محرك البحث يطرح التساؤل حول الاعتماد على النسخ واللصق في تصميم الكتب المدرسية. والتفاصيل مع صبرين أبو حبلة. الخطأ الفادح الذي دون إسرائيل بخريطة العالم في كتاب الجغرافيا لتلاميذ الأولى متوسط يدفعنا لطرح تساؤلات عدة. فعلى أي أساس يتم انتقاء الصور والخرائط بالكتب المدرسية؟ عند فتح محرك البحث وكتابة كلمة خريطة العالم، فأول ما يظهر على الشاشة هو الخريطة نفسها التي طبعت على كتب الجغرافيا. إذا ما استندنا إلى ما يشير إليه محرك البحث، نستخلص أن المشرفين على تصميم كتاب الجغرافيا لم يبذلوا أي جهد للبحث في المراجع التي من المفروض أن يتم الاعتماد عليها لإنجاز الكتب التعليمية، بل الاعتماد مباشرة على طريقة النسخ واللصق أو الكوبي كولي. فهل انتقل هذا الفيروس إلى الكتب المدرسية؟ وهل السعي وراء السهولة بالاعتماد عليه هو مصدر تواجد الخريطة بالكتاب المدرسي؟ وإن كانت فرضية الكوبي كولي صحيحة، فهل تبرر خطأ بهذا الحجم؟